السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ الفيديو ده هكلمكم فيه عن كده خروجه برضه اسكندراني رقم بقى 3، وهكلمكم فيه عن الاثار. واخدت كول وكلير، عارفاهم طبعا من زمان، وكنت هحضر فرحهم في انجلترا بس للاسف ما عرفتش احضر. فهاي كول. هلو ذير، يو ار هاي كلير. هلو، ويلكم فروم الكساندريا. كلموا بقى عربي بقى شويه. مساء الخير يا ابو رمضان. عايش انا مصري بس متنكر شويه. دي كلير من انجلترا. دخلنا كده المتحف اليوناني اللي هو في كوميشوئفا في الأنفوشي، فهشوفه بقى في الفيديو روحنا فين بالظبط في الرحلة دي. ايوه، كان في رسومات على الحيطه. كان في زي بقره كده عليها شمس. هي دي بقى اللي جوه. طيب اوكي، يلا. دي بتصوري صح؟ بصراحه بس مش ممنوع يعني. هم قالوا عادي. ها، دي قناه فرص الله. شكلها كمان الإله بتاعهم ميلي الكساندريا. أول مرة أشوف قطة حولة. استني بس، يلا كلير هتعد لكم من 1 لـ10 بالعربي. يلا ستارت. واحد، اوكي. اتنين، إني أبا خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. وصلنا مكتبة اسكندرية وهنروح نشرب حاجة. هما سبقوني. ايه ده، عدوا؟ انتوا عديتوا وسبتوني؟ هنشرب حاجة في ال في يمين في بوني برازيلي. كان جايب شادر مصري في الفرح علشان خاطر هو بيحب الستايل المصري قوي. المفروض الفرح ده كنت احضره بس للاسف ما عرفتش احضره، فهم حابين يوريكم الصوره دي تطلع في الفيديو. احنا هو بناكل كشري. فاطمه بياكل كشري. هو مش بياكل كشري، هو مش عايز ياكل كشري. هي بتحب الكشري. يو لايك ات؟ 100 100 100. خلص اليوم الحمد لله على خير. وتعبنا وفرغنا خالص، وهم عايزين يقولوا لكم كلمه في الاخر. هتقول ايه؟ الله ينور. كان يوم جميل جدا يعني، ما شاء الله. Thank you for a lovely day, and I'm really looking forward to spending more time in Alexandria.
حرام تاكل كشري بالكبده بقى. Yeah, especially the kosher food. Okay, yeah. Bye bye. Sam, bye bye.